الحادي عشر بتوقيت العاصمة طرابلس هو البداية بالعناوين. اشتباكات عنيفة بين شورى الثوار بنغازي وميليشيات يعرف بكرامة بمحور وسط البلاد. صحف عربية تتحدث عن لقاء مرتقب بين مسؤولين ليبيين وآخرين من الكيان الصهيوني. الأعلى لحكماء ليبيا وحكماء مصر يطالبان بسرعة الإفراج عن الليبيين المحتجزين في السعودية. أهلا بكم. تشهد منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات مجلس شورى الثوار بنغازي والميليشيات ما يعرف بالكرامة. مصدر من شورى ثوار المدينة ذكر أن ميليشيات ما يعرف بالكرامة حاولت التقدم ليلة الثلاثاء صوب تمركزاتهم بمنطقة خريبيش، وأفاد المصدر بانفجار عدد من الألغام الأرضية مما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى في ميليشيات الكرامة. هذا وشن الطيران الأجنبي الموالي لما يعرف بعملية الكرامة 21 غارة جوية استهدف فيها منطقة وسط البلاد، وذلك حسب مصدر من شورى ثوار بنغازي. المصدر ذكر أن طائرة من نوع كامكوبتر شنت أكثر من غارة جوية بالقرب من إدارة التدريب لشركة الكهرباء، فيما يستمر القصف المدفعي بشكل مكثف على أحياء وسط البلاد مما تسبب في دمار للمباني. أفادت مصادر طبية متطابقة بمقتل قائدين ميدانيين تابعين لميليشيات ما يعرف بالكرامة وجرح 15 آخرين في الاشتباكات التي شهدها محور وسط البلاد. المصادر ذكرت أن القائدين الميدانيين أحدهما بكتيبة الاستخبارات العسكرية والآخر بمشاة البحرية التابعتين لميليشيات الكرامة. كما أضاف مصدر من مجلس شورى الثوار بنغازي بإصابة أكثر من 10 جرحى في انفجار لغم أرضي إثر محاولتهما التقدم صوب تمركزات المجلس. قالت مصادر محلية من مدينة بنغازي أن المدعو محمود الورفلي رفض التفاوض مع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي بشأن عملية تبادل أسرى بينهم. المصادر ذكرت أن الهلال الأحمر ببنغازي دخل وسيط للمفاوضات لاستبدال 15 جثة تابعة لميليشيات كرامة مقابل إطلاق سراح مدنيين من بينهم نساء في سجن غرناطة. كما ذكرت المصادر أن أسر القتلى يطالبون قيادات ما يعرف بالكرامة بتسليمهم جثث أبنائهم ممن قضوا بمحاور القتال بمناطق شمال بنغازي. شن طيران الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة مخلفا أضرارا مادية، مما دفع وزارة الداخلية لإخلاء المواقع الأمنية والعسكرية بالقطاع. مصادر إعلامية أوضحت أن الغارات استهدفت موقعين لكتائب عز الدين القسام في شمال غزة ولم تسفر عن إصابات بشرية، مضيفة أن الجيش الصهيوني أطلق قذائف مدفعية على أراض زراعية في مناطق بشرق قطاع غزة. قالت صحيفة العرب الجديد أن صحيفة العرب 21 عفوا أن لقاء يجري الترتيب له لمناقشة بناء علاقة بين الكيان الصهيوني وليبيا في جزيرة رودوس اليونانية للمطالبة بفتح باب المشاركة السياسية بين البلدين. وكانت صحيفة معارف التابعة للكيان الصهيوني قد نقلت عن رئيس منظمة يهود ليبيا رافائيل لوزون إن اللقاء ستحضره مجموعة من الشخصيات الليبية من بينهم وزير الإعلام السابق في الحكومة التابعة للبرلمان المنحل عمر رجويري بصحبة شخص ليبي آخر يدعى معين الكيخيا، بالإضافة إلى سياسيين وأمنيين إيطاليين وشخصيات إسرائيلية من الكنيسات، كما يتوقع أن تحضر شخصية قيادية أمنية مصرية. أعلنت القوات المسلحة المصرية استهداف السلاح الجو التابع لها
لاثنتي عشر سيارة دفع رباعي على حدودهم مع ليبيا. القوات المسلحة وعبر موقعهم الرسمي ذكرت أن السيارات حاولت التسلل إلى داخل الحدود المصرية حسب ما ذكرت، مضيفا أن السيارات كانت محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة حسب قولهم. قال زعماء بقبائل جنوب تشاد إن ميليشيات يعرف بكرامة قامت عددا من المعسكرات لمقاتلي تشاديين ووظفت عددا منهم. إذاعة فرنسا الدولية نقلا عن سكان محليين بسبها ذكرت أن عددا من التشاديين الذين يخيمون في نواحي الجنوب وضواحي المدينة هم مرتزقة، مضيفة نقلا عن زعماء القبائل بجنوب تشاد أن قوة قوامها 6000 عنصر من المقاتلين التشاديين متواجدة في الجنوب الليبي. هذا وسبق وأن أكد المتحدث باسم أعيان وحكماء سبها حسن رقيق لقناة التناصح بوجود معسكرات مرتزقة داخل أحياء مدينة سبها. نفت وزارة الخارجية السودانية اتهام المدعو أحمد المسماري الناطق باسم ميليشيات حفتر لها بدعم ما سماها جماعات إرهابية في ليبيا. الخارجية السودانية في بيان لها أكدت مواصلة السوداني لدوره في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق بحسب البيان. يشار إلى أن المدعو المسماري زعم الأيام الماضية أن هناك مصانع للسلاح والذخيرة في السودان تملكها قطر وإيران لدعم ما أسماه الإرهاب. أكد مصدر تابع لحكومة البرلمان المنحل أن اعتقال السلطات السعودية لليبيين محمد بن رجب ومحمد الخضراوي أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة جاء بناء على مذكرة مرسلة من قبل جهاز المخابرات التابع لحكومة البرلمان المنحل. صحيفة العربي الجديد أفادت بأن مصدر تابع للبرلمان في اتصال خاص بها أكد على أن البرلمان المنحل أرسل قائمة للسلطات السعودية تتضمن أسماء شخصيات عسكرية وأخرى تابعة للثوار من المناوئين لمجرم الحرب حفتر. هذا وقال عضو من مجلس النواب المحل زياد طغيم إنه قادم نيابة عن نواب بنغازي لرئاسة مجلسه مشروع قرار يقضي بإيقاف عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. طغيم وفي تصريح صحفي له ذكر أن طلبه تضمن وقف الهيئة لحين الفصل في دستوريتها في أول جلسة للبرلمان المنحل حسب ما ذكر، مضيفا أن الهيئة انتهت ولايتها ولا يجوز استمرارها حسب قوله. رجل يشعل النار في نفسه بسبب ما وصل إليه حال المواطن الليبي من ضيق وعوز يتضح جليا في المواسم والأعياد. إنسان يحترق وسط ذهول ورعب من المحيطين به ولم يستوعب ما يحدث. شخص أحرق نفسه في ميدان الشهداء. مفارقة ولكنها حدثت في ليبيا. أن يصل الأمر بالإنسان إلى إزهاق روحه بيديه لهو أمر جلل. أن يبدل فرحة العيد إلى فاجعة ومأساة، وبدل أن يفرح أبناءه وذويه ها هو يكسر قلوبهم بما فعل أكثر من رجوعه لهم خاوي الوفاض دون مال ومنفطر القلب يائس. هل أوصله القهر والذل وضيق الحال وعدم قدرته على توفير حاجات أبنائه أن يفعل ما فعل؟ إن هذا لمؤشر خطر على ما يحدث في البلاد من إرضاخ للشعب واستهانة بقوته وحياته، حيث أصبحت حياة الإنسان من أهون الأشياء وأرخصها في زمن التجويع الممنهج ليقبل الناس بمن يأتيهم وكأنه المنقذ من الأزمات المفتعلة المصطنعة. وتجد كل من يزعمون أنهم ساسة ومسؤولين في أرجاء البلاد لا يأبهون بما يمس حياة المواطن، بل يزيدون التضييق عليه بكل ما أوتوا من سلطة، وكأنه طلب منهم أن يوصلوه إلى حالة الرضوخ والتسليم لتنتزع إرادته في مقابل حياته وحياة أبنائه. إلى متى يستمر التضييق؟
هل إلى أن تزهق أرواح الليبيين بين مقتول ومسجون ومعتقل ومنتحر؟ أم تكون حالة بوعزيزي في ليبيا زلزالاً لعروش الطغاة الجدد وصحوة في البلاد لتحق الحق وتشعل جذوة فبراير ضد من اعتقدوا أنهم نجحوا في مشروعهم المضاد الخائب؟ والآن معنا عبر الهاتف الناشطة السياسية الدكتورة حنان شلوف. بداية سيدة شلوف نرحب بك معنا في نشرة الحادي عشر. أهلا بك دكتورة. بداية دكتورة أريد أن أسألك، يعني هل يصل تأثير الأزمة السياسية والاقتصادية في الدولة الليبية بالمواطن إلى درجة الانتحار؟ نعم. ألو. نعم هل تسمعيني جيدا دكتورة؟ ألو. دكتورة شلوف هل تسمعيني جيدا؟ لا أسمع. أنا أسمعك جيدا. تسمعيني الآن جيدا دكتورة؟ نعم. هناك صوت آخر، صوت تقرير. يبدو أننا خلل فني. نعود الآن، أعيد السؤال عليك دكتورة شلوف، هل تسمعيني جيدا؟ أهلا بك. بداية سألتك هل يصل تأثير الأزمة السياسية والاقتصادية في الدولة الليبية بالمواطن إلى درجة الانتحار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. لا شك أن الضغوطات النفسية الشديدة جدا تصل بالأمر إلى في بعض الأحيان عندما لا تتم المعالجة إلى درجة الاكتئاب الحاد أو الصدمة النفسية الشديدة، وهو ما ينزل الإنسان إلى حالة الانتحار. لا نريد أن نبرر حالات الانتحار، ولكن نحن للأسف الشديد أمام أزمات اقتصادية ضاغطة على المواطن البسيط إلى درجات كبيرة جدا، قد لا تصل بالإنسان أو بعض الناس إلى درجة الانتحار، ولكنهم ستجعلهم تحت ضغوط نفسية شديدة جدا. هذه المسؤولية يتحمل مسؤوليتها من ضعفوا في الاتفاق السياسي، من أوهموا الناس أن هذا الاتفاق السياسي هو الجنة الموعودة، ومع ذلك عندما تبين لهم أن هذه الأخطاء التي ارتكبوها، لا ننسى أن الأزمة الاقتصادية في بدايتها كانت أزمة اقتصادية مستعرة من أجل تمرير هذا الاتفاق السياسي، ثم لم يستطيعوا أن يقدروا على هذا التفاقم. أيضا لا ننسى أن المسؤول الأول قبل حتى الاتفاق السياسي هم حركة الفيدرالية الذين أغلقوا مصر والذين هددوا قوت الليبيين وعرقلوا الحياة الاقتصادية في ليبيا. هم من يتحملون مسؤولية ما يحدث الآن، سواء كان في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الغربية أو في المنطقة الجنوبية، من آسف إنسانية لتبعات هذه الأزمة الاقتصادية. بالنسبة لمن ذهب في الاتفاق السياسي، أعتقد يتعين عليكم الآن مراجعة وإعادة تقييم لما ذهبوا إليه فيما يتعلق بمصلحة المواطن البسيط على وجه الخصوص. هنا أريد أن أشيد بعض الإذن بموقف موسى الكوني الذي كان عضو للمجلس الرئاسي، عندما وجد أن لا يمكن حلحلة الأمور من خلال الاتفاق السياسي ومن خلال المجلس الرئاسي، قدم استقالته المبررة التي أوضح فيها أنهم لا يستطيعون وضع الشيء للمواطن البسيط، وسيحييه في هذا الأمر، وأتمنى مراجعة من الآخر أن يراجعوا هذا الأمر حتى نستطيع أن نبدأ من جديد بحلول اقتصادية للأزمة الاقتصادية، وأن نعطي بدائل للأزمة الاقتصادية ويقدموا مقترحات للأزمة الاقتصادية غير هذا الاتفاق المعيب الذي لم يحل شيء بل زاد الأمر سوء. نعم، الناشطة السياسية دكتورة حنان شلوف كنت معنا، شكرا جزيلا لك. طالب مجلس الأعلى لحكماء وعيان ليبيا السلطات السعودية بسرعة الإفراج عن المواطنين الليبيين الذين اعتقلتهما أثناء أدائهما مناسك العمرة. وأوضح المجلس في بيان له أن المعتقلين الليبيين هما ضابطا الشرطة بوزارة الداخلية بطرابلس، إضافة إلى أنهما من ثوار 17 من فبراير ومن المشاركين في دحر ما يسمى بتنظيم الدولة في سرت. كما دعا المجلس السلطات الليبية بسرعة التواصل مع السلطات السعودية لإطلاق سراح المواطنين والتحقيق في أسباب هذا الاعتقال. استنكر مجلس الحكماء وعيان مصراتة
قيام السلطات السعودية باحتجاز عدد من المواطنين الليبيين بعد انتهائهما من أداء مناسك العمرة بمطار جدة. وحمل المجلس السلطات السعودية سلامة المواطنين الليبيين المحتجزين لديها مطالبا بإعادة النظر في دقة وصحة المعلومات التي بنيت عليها اتخاذها لهذا الإجراء. وأهاب المجلس في بيان له السلطات الليبية سرعة الاتصالات الدبلوماسية اللازمة للوقوف على حقيقة ما حصل والعمل على عدم تكرار هذه الحادثة. أفادت مصادر مدينة الزاوية الاثنين باعتقال السلطات السعودية لقياديين من ثوار مدينة الزاوية أثناء أدائهما مناسك العمرة. المصادر أكدت أن القياديين هم آمر كتيبة الأمن المركزي بالزاوية ملازم أول محمود بن رجب والنقيب محمد حسين، مضيفة أن عملية القبض جاءت بناء على قائمة مقدمة من وزارة الداخلية الليبية دون تحديد تبعيتها لأي حكومة، فيما تحوم شكوك حول وقوف أحد أجهزة وزارة الداخلية في طرابلس وراء التحقيقات التي توصلت بها السلطات السعودية واعتقلت بموجبها القياديين الاثنين. أعلن المجلس العسكري سبراتا عزمه تشكيل قوات لحفظ الأمن بالمدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فيها ضمن غرفة عمليات أمنية مشتركة. وأوضح المجلس أن قراره جاء نظرا إلى تدهور الوضع الأمني وزيادة معدل الجريمة وعمليات السطو والحرابة والهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود بسبب غياب المظاهر الأمنية. وكان عميد بلدية الصفرات حسين الذوادي قد دعا في وقت سابق الجهات الأمنية في المدينة لتحمل مسؤولياتهم والأخذ على يد المخالفين والعابثين بأمن المدينة. فاصل قصير تتابعون بعده. الشركة العامة للكهرباء تطالب المواطنين بترشيد وتخفيض الاستهلاك للطاقة الكهربائية. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا فاح عودا وبخورا ينشر التغريد ينشر التغريد. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا فاح عودا وبخورا ينشر التغريد ينشر التغريد. يملأ الحب سمانا سمانا مرحبا بمن أتانا أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. فاحت الأرواح عطرا وسخاء النفس بشرى نبضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين. فاحت الأرواح عطرا وسخاء
النفس بشرى نهضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين يملأ الحب سمانا مرحبا بمن أتانا أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مسلمين أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أهلا بكم من جديد. تمكنت دورية لحرس السواحل الليبية الاثنين من إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي، من بينهم عدد ل19 امرأة وأربعة أطفال كانوا على متن قارب المطاطي شمال السبراتة غرب ليبيا. وقال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم إن المهاجرين غير الشرعيين كانوا من جنسيات أفريقية إضافة إلى مهاجر جزائري وآخر ليبي. وجدد قاسم اتهامه لمنظمات غير دولية العاملة في البحر بعرقلة عمل حرس السواحل، موضحا أن ما لا يقل عن 6 مراكب لهذه المنظمات تنتظر قوارب الهجرة وكأنها على موعد مسبق معها حسب قوله. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن بلاده ستستضيف المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي في 8 من شهر يوليو المقبل في مدينة أغارينجو في جزيرة صقلية الإيطالية. وأشار الوزير الإيطالي في بيان الاثنين إلى أن اختيار المدينة بجزيرة صقلية جاء نظرا لموقعها الاستراتيجي بالنسبة إلى ليبيا والبحر الأبيض، ويشمل المنتدى 4 موائد مستديرة لمعالجة قضايا المناخ الاستثماري والبنية التحتية والطاقة والشبكات والأدوات المالية. قالت وكالة فرانس بريس نقلا عن خفر السواحل الإيطالي والأسباني إن خفر السواحل تمكن من إنقاذ أكثر من 8000 مهاجر خلال 48 ساعة قبالة ليبيا في البحر الأبيض في البحر المتوسط عفوا. وقال ناطق باسم خفر السواحل الإيطالي إن القوات أنقذت الاثنين نحو 5000 شخص كانوا يستقلون 4 مراكب كبيرة. وفي مدريد أعلن الحرس المدني الإسباني الثلاثاء أن إحدى سفنه أنقذت الأحد أكثر من 300 مهاجر في المتوسط خلال 31 عملية وانتشلوا جثتين في المتوسط. أعلنت القوات المسلحة الإيرلندية الاثنين أن سفينة تابعة لها أنقذت 712 شخصا بينهم نساء قبالة ساحل مدينة طرابلس. ربان السفينة في تصريح للتلفزيون الإيرلندي قال أن عملية الإنقاذ كانت معقدة حيث استغرقت 8 ساعات، مضيفا أن حياة الضحايا كانت في خطر وأن عملية الإنقاذ شملت زوارق عدة على بعد 40 كيلومتر شمال غرب طرابلس، مشيرا إلى أن السفينة الإيرلندية ستستلم المهاجرين أو ستسلم عفوا المهاجرين للسلطات الإيطالية. أطلقت مجموعة مسلحة النار خلال محاولتها السطو على محطة ضخ المياه في بلدة نسمة بسبها فجر الاثنين. مصادر عالمية أفادت أن المجموعة المسلحة حاولت سرقة السيارات العامة الموجودة في المحطة ولاذوا بالفرار بعد الاشتباك مع حرس المحطة، ما أسفر عن إصابة أحد الحراس، مضيفة بأن الحارس المصاب ثم نقله إلى إحدى المصحات في بني وليد. أهابت الشركة العامة للكهرباء بكافة السادة المواطنين والمصانع والشركات وأصحاب المحال التجارية بتخفيض الاستهلاك قدر الإمكان. وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء حفاظا على استقرار الشبكة العامة والتقليل من ساعات طرح الأحمال نتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام.
أقيم بمدينة درنا بمقر حديقة الطفل ملتقى عيدنا أحلى من تنظيم وإشراف جمعية سيد الشهداء وجمعية العون وفريق الساركون. وشهد الملتقى حضورا لافتا من قبل الأهالي والأطفال، حيث قيمت الألعاب والمنافسات الترفيهية المختلفة ووزعت الجوائز والهدايا على الأطفال. استمر الملتقى حتى الساعة الأخيرة من الليل. أحمد هذا. ورصدت كاميرا التناصح بدرنا أجواء العيد بمسجد الخلفاء الراشدين. أهني الشعب الليبي كله، وأهني مدينة درنا خاصة، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ هذه المدينة ويحفظ ليبيا عامة ويحفظ درنا خاصة. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. مدينة درنا الحبيبة، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وكل الليبيين بألف ألف ألف خير. وإن شاء الله نقول لكل الليبيين بصحة وسلامة، ينعاد عليكم صحة وسلامة. مدينة درنا أجواء رائعة في عيد الفطر، ونعيد عليكم الشعب الليبي وكل عام وأنتم بخير. نحن نهني الشعب الليبي العظيم عامة وبمدينة درنا خاصة، وكل عام وأنتم بخير. نحب نقول درنا الليبي كل سنة طيبين، كل عام وأنتم بخير، نعيد عليكم الصحة والسلامة، كل عام وأنتم بألف خير يا جميع الليبيين. كما قامت عدسة التناصح بزيارة لدار الوفاة لإيواء العاجزة والمسنين، ونقلت صورة واضحة لما تعانيه من نقص في الإمكانيات وغياب مؤسسات الدولة. المزيد في التقرير. هذا عم ينصر معنا في المعهد كان. صور ومشاهد مثيرة تصور حال النزلاء بدار الوفاء للعجزة والمسنين، وترسم أحوالهم المعيشية. نقص في الأدوات وندرة في المعدات وغياب للإمكانات، إلا ما يوفره أهل الخير وسط غياب تام للدولة ومؤسساتها المختصة. يعني الموظف مرتبة بيعتبر من أدنى المرتبات في ليبيا في الوقت الحالي. نقص الموارد وسوء المرتبات وتأخرها لم يثني من عزم العاملين بالدار عن القيام بمهامهم برعاية المعوزين ومن انقطعت بهم السبل إلا من دار الوفاء لتكون الملجأ الأخير لهم. الأستاذة هدى المشرفة بالدار تؤكد مجيء الكثير للدار، وتبين الأسباب وراء وجود عدد كبير من الراغبين في البقاء بالدار، والأسباب الاجتماعية وراء ازدياد أعدادهم. تقبل الحالة ومن بعد تبعد تبحث على الأسباب اللي خلتها يجي هنا، فتلقى الأسباب في اللي منهم أهلهم معنا سبب المشاكل أبنائه، فيه اللي خوته، فيه اللي أخواته، فيه اللي ما عنداش أهل، يعني ما عنداش صغار برضو نفس الشيء، كبر وما تجوزش وكان مصيره دار المسنين باعتباره أصبح عاجز وغير قادر على خدمة نفسه. فتلقى هناك العديد من الأسباب، فيه اللي بعض الحالات طبعا محولة من مصحة الرازي لأمراض النفسية والعقلية. احنا نتعامل مع خمس فئات في الدار: مسن طبيعي، مسن مصحوب إعاقة، صغير السن المعاق، ضعيف العقل سواء كان ضعف العقل شديد أو بسيط أو متوسط، المريض النفسي أو اللي هي الظروف الاجتماعية. مع نقص الدعم اللازم من الدولة وانعدامه في غالب الأحيان، بدأ أهل الخير مصرين على استمرار الدار في تقديم خدماتها، حيث بدأ ذلك جليا في تقديم وجبات الإفطار بشكل متواصل لنزلاء الدار، وسط مطالبات من العاملين بها لأهالي النزلاء من مختلف فئاتهم بزيارة ذويهم، لترسم صورة قاتمة لماض كان يعيشه كل من قصد باب الدار. نتمنى من كل عائلاتنا ياريت يشرفوا الدار ويجوا يزوروا أمهاتنا وأبهاتنا، ندخلوا لهم الفرحة والابتسامة في العيد، والله غير العيد حتى في سائر الأيام، ياريت قصدي حتى يوم جمعة إن احنا نلموا صغيرتنا ونجوا نفرحوا معاهم ونهدرزوا ونضحكوا والله وندخلوا لهم الفرحة. واليوم ومع حلول عيد الفطر المبارك، ما أحوج هؤلاء المسنين لأن يزورهم أبناؤهم ويتفقدوا أحوالهم
ويدخل البهجة على كهول لم يعد لهم من مطمح في الدنيا سوى لم يشمل العائلة واجتماع الأبناء والأحفاد على سفرة واحدة. حالات عديدة تقطعت بها الأوصال من عائلتها والمجتمع مسؤول عنها، لم تجد غير دار الوفاء للعجزة والمسنين وأهل الخير ليروا ظمأهم ويوفروا لهم مبيتا واسة انتظار ما ستسفر عنه الأيام. والآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل دينار ليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء. والآن إلى جولة قصيرة في أحوال الطقس. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الشبكات عنيفة بين الشورى الثوار بنغازي وميليشياتهم يعرف بالكرامة بمحور وسط البلاد. صحف عربية تتحدث عن لقاء مرتقب بين مسؤوليين ليبيين وآخرين من الكيان الصهيوني. الأعلى لحكماء ليبيا وحكماء مصراتة يطالبان بسرعة الإفراج عن الليبيين المحتجزين في السعودية. الشركة العامة للكهرباء تطالب المواطنين بترشيد وتخفيض الاستهلاك للطاقة الكهربائية. ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.